مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وما خفية على قناة كارتاج بلوس. قديش خسرت حركة النهضة في مستوى الأصوات من عام 2011 إلى عام 2019؟ شنو الأسباب؟ علاش فشلت حركة النهضة في اختبار التحول إلى حزب سياسي مدني ولم تفي بما وعدت به في مؤتمرها العاشر اللي انعقد عام 2016؟ شنو حقيقة الكلام الخطير اللي قاله المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة لطفي زيتون على خلافات داخل الحركة وخلافات مع قياديها؟ الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية يقرر في مؤتمر النداء عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في سنة 2019. هل ستغير حركة النهضة تحالفاتها قبل وبعد انتخابات 2019 وغيرها من المسائل والمواضيع المهمة اللي باش نقشوها الليلة مع ضيفنا السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة؟ مرحبا بك سي عبد الكريم. بكم في أول زيارة ومشاركة في كارتاج بلوس. مرحبا بك. حوالي تقريبا 1,000,000 صوت خسرتهم حركة النهضة من انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 إلى سنة 2019. وهك بشوف معايا توا يعني فما إحصائيات تخدمت خصيصا للبرنامج بالاتفاق والتنسيق مع مؤسسة إمرود كونسلتينج. تقريبا تعديت حركة النهضة من حوالي 39% في من عام 2011 إلى تقريبا في حدود 20% سنة 2019. حوالي 1,000,000 صوت خسرتهم حركة النهضة، علاش يا عبد الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبيعة الأرقام هذه يلزم حطانا في إطارها، لأنه كل انتخابات عندها حقيقتها. انتخابات المجلس التأسيسي تختلف على انتخابات 2014 بعد تجربة من الحكم والاختلاف والحوار الوطني، وتختلف على الانتخابات البلدية. من ناحية أخرى الانتخابات هذه زادة والنتائج هذه يلزم نحطوها في إطار المقارنة مع الأحزاب الأخرى، ما هيش مطلقة بالنسبة للنهضة لأنها مربوطة بوضع عام في البلاد وتطور الانتقال الديمقراطي. بالنسبة للمجلس التأسيسي النتيجة تقول اللي النهضة كانت القوة الأولى بين القوى اللي شاركت في مقاومة الاستبداد، طبعا بعد حل تجمع الدستور الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا، وفي غياب تقريبا أحزاب كبيرة قادرة أنها تنافس حركة النهضة. حتى وكان بقى التجمع، النهضة باش تفوز على التجمع، والنهضة كانت في طليعة القوى اللي قاومت الاستبداد. الشعب التونسي قدر هالتضحيات نتاع النهضة ونظافة النهضة واعطى ثقته للنهضة، فهذه نتيجة تعتز بها النهضة. هذا كلامكم انتوما. بعد كنت عداوا ل 2014 معناتها، وفي 2011 كان فارق كبير مع الاحزاب الاخرى. في 2014 النهضة دخلت تجربة نتاع حكم وكانت صعبة، فيها برشا تعطيل، فيها برشا معناتها خلافات، وأيضا العد التنازلي لحركة النهضة في مستوى الأصوات تقريبا في عام 2014 يعني تحته من تقريبا 1,501,320 في عام 2014 في الانتخابات التشريعية 947,034 صوت، وصولا إلى الانتخابات البلدية كما تشوف معايا 517,000 صوت. بين 2011 و 2014 تم نقص المشاركة، وهذا دليل احنا مرينا فترة صعبة كانت تنجم معناتها تفجر المسار الديمقراطي، لأن وصلنا إلى درجة من الاحتقان وكدنا ندخل في مواجهة، ولكن أنقذنا التجربة الديمقراطية وساهمت النهضة في هذا من خلال الحوار الوطني ووصلنا لهذه الانتخابات. فإحنا نعتبر النهضة صمدت بهذه النتيجة، والنهضة جات الثانية ما جاتش الأولانية، ولكن بقات قوة رئيسية ورجعت إلى الحكومة. قوة رئيسية دليل اللي عندها قاعدة، دليل عندها قاعدة قوة صلبة رئيسية سي عبد الكريم، وبقيت النهضة قوية رغم كل هذه التطورات الصعبة. كيفاش قاعدة صامدة والأولى بنسبة 20% من التصويت؟ لأنه بعد تجربة من الحكم صعبة،
بعد ضربات، بعد اغتيالات، بعد محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة، بعد صعود حزب تبنى على التصويت المفيد، وفشل أيضا في إخراج النهضة. الترويكا أيضا فشل، وكان ثم فشل النهضة، فشلكم في إدارة، وكان ثم فشل النهضة في إدارة شؤون الدولة، كان جاء ثم فشل السبيار، وكان جاء ثم فشل النهضة ما تجيبش هذه النسبة وتجي ثانية، وحتى النداء ما نجمش يجيب أغلبية تسمح له في غياب يحكم، في غياب وحده. حزب النداء، الحزب اللي نفسكم في 2014 وتفوق عليكم، يعني اليوم معناها مع حركة النهضة، يعني صحيح حزب النداء بالانقسامات اللي صارت فيه وبحالة التشظي وبولادة تقريبا 4 أو 5 أحزاب على خرجوا من نداء تونس بالمشهد هذا، ومع ذلك النهضة ما زالت في حدود تقريبا 20%. أولا هذا دليل على التعددية في تونس، دليل النهضة مش مهيمنة كما يدعيوا البعض، ودليل النهضة عندها قاعدة صلبة، لكن هيمنتوا على مقارنة بأحزاب أخرى النهضة بقيت قوية، وهي اليوم الحزب الأول، وأثبتت بعد أرقام الانتخابات البلدية اللي قعدوا لحركة النهضة، اللي صوتوا لحركة النهضة، العشرين بالمئة شكون؟ العشرين بالمئة كان نقارنوا بين النهضة والنداء، نلقاو النهضة نقصت والنداء نقص، ولكن النهضة زادت ناس جدد والنداء ما زادش الناس جدد، وذلك علاش النهضة تفوقت في الانتخابات البلدية، لأنها كسبت ناس جدد، انفتحت على المستقلين وحافظت على جزء هام من القاعدة الصلبة متاعها. تفوقت وجيتوا ثانين في الترتيب بعد القائمات المستقلة، لا فوق عليكم المستقلين. القائمات المستقلة ماهيش حزب، وما نجموش نجموا القائمات المستقلة في نتيجة واحدة، لكن ولكن على مستوى الأحزاب، لكن الشعب التونسي، الناس اللي صوتوا، النهضة هي الأولى، الناس اللي صوتوا كان في جزء كبير منه التصويت كان تصويت عقابي، كان فوت سانكسيون، ما نجموش نقولوا عقبوكم في الانتخابات البلدية نظرا لفشلكم اولا في زمن حكم الترويكا 2012-2013، ثم فشلكم مع حزب النداء والاحزاب الاخرى اللي حكمتوا من عام 2015 الى حدود سنه 2018. احنا ما فشلناش في حكم الترويكا، وما فشلناش في التوافق مع النداء، بدليل ان النهضه اليوم هي القوه الاولى في البرلمان، القوة الأولى في البلديات، وفي البلديات النهضة معناتها جاب 29% من المستشارين و37% من رؤساء البلديات، لأنها نجحت في التوافق مع النداء ومع غير النداء ومع الأحزاب والمستقلين. ما جاوبتنيش شكون؟ نجم نقول النهضة بقيت قوية بالنسبة لبقية الأحزاب وبالنسبة لحجم العزوف اللي حصل في الانتخابات. ال 20% اللي قعدوا لحركة النهضة شكونهم؟ هما القاعدة الصلبة نتاع النهضة اللي هما يصوتوا تصويت عقائدي، ما نقولوش عقائدي، ولأنما هما يعني أبناء النهضة، هما أبناء النهضة الأوفياء لحزبهم مهما كثرت الاتهامات والحملات ضد حزبهم، اللي تصويتهم ما يتغيرش وما يخضعش لمعايير أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي أو بحصيلة الحكومة. ثم ناس جدد جاءوا للنهضة وصوتوا للنهضة، لأن النهضة في مؤتمرها العاشر قررت باش تنفتح، والانفتاح هذا في البلديات ظهر في تشريك المستقلين بنسبة 50% في القائمات نتاعنا، فهذا كان سبب من أسباب نجاح النهضة باش تكون الأولى في الانتخابات البلدية اللي هي على 350 دائرة وقريبة من المواطنين. فمعناتها مقارنة بالأحزاب، مقارنة بالعزوف المشاركة، النهضة بقيت قوية وقريبة من الناس، وثم قدر عالي من الثقة. عمليات أنا نعرف اللي حركة النهضة تعمل في عمليات صبر داخلية، قديش تعطيكم عمليات صبر الآراء هذه الداخلية غير المعلنة؟ معناتها النسب هي قريبة من النسب المعلنة، حدود 20 من جهات الناس المحترمة. النهضة معناتها تنجم تفوت 30% وتنجم تفوت حتى 35%، لأن النهضة مطالبة بتقديم برشا، مطالبة بتقديم كفاءات، برامج وحملة انتخابية تقنع التونسيين، وهذا ممكن أن نحقق نسب عالية في الانتخابات القادمة إن شاء الله. من مؤتمرها العاشر اللي انعقد في 2016 سامحني لليوم، علاش سي عبد الكريم وأنت رئيس مجلس الشورى حركة النهضة فشلت في أن تتحول من حزب إسلامي، أي حزب بمرجعية إسلامية، إلى حزب سياسي مدني، أو كما تم التنصيص عليه في لوائح المؤتمر إلى حزب سياسي متخصص في الشأن العام؟ علاش، شنو اللي خلى النهضة ما تحولش إلى حزب سياسي؟
أولا التصحيح لهذا الكلام، النهضة نشأت حزبا سياسيا مدنيا ديمقراطيا منذ الإعلان عنها في 6 جوان 1981، وقت اللي بورقيبة رحمه الله فتح الباب للتعددية، مش مدني وقتها ثم نخبة علمانية نافذة في تونس رفضت الاعتراف بهذا الحزب ومنافسه بصفة ديمقراطية بدعوة أنه حزب ديني باعتراف. فإحنا قلنا مناش حزب ديني، لا نتكلم باسم الإسلام، حزب بمرجعية إسلامية. المرجعية شيء، أن نحن نرجع إلى القيم الإسلامية كما في ألمانيا الحزب إلى الديمقراطي المسيحي، الشريعة هو حزب مدني ديمقراطي ويرجع إلى القيم المسيحية. فإحنا مدنيين ديمقراطيين، حزب مدني لنا مرجعية إسلامية اللي هي مرجعية الشعب التونسي ومرجعية الدستور التونسي. حزب لا يحكم بالدين، حزب لا يستند إلى أحكام الدين وأحكام الشريعة الإسلامية. إحنا أنا مشكر عليك، مشكر لك فقرة وردت في لوائح مؤتمر العاشر مؤتمر حركة النهضة في عام 2016. شكون لوائح؟ والنهضة اليوم باعتبارها حزبا ذا مرجعية إسلامية حريص على ترجمة هذه المرجعية في منظومة من القيم من مختلف التعبيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حتى لا تظل تلك المرجعية الدينية الإسلامية شعارا فارغا لا مضمون له في الواقع. وانت تقول لي حزب مدني، أي حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، مش ناقض لوائح، وإنما المرجعية الإسلامية يعني احنا نستلهم من قيم الإسلام في خطابنا في برامجنا في سلوكنا. حزب إسلامي بمعنى ما عنده مرجعية إسلامية لا يفصل بين الديني والدولة، معناتها وفي لهوية المجتمع العربية الإسلامية، سمحني. ولكن هذا ما هوش حزب ديني بمعنى أنه يتكلم باسم الإسلام ومن يعارضه يعارض الإسلام، ما هوش حزب يقدم في فتاوي للناس باسم الإسلام، لأن الإسلام فوق الأحزاب فوق الدول، هو رحمة للعالمين. فإحنا واضحين حزب مدني، معناتها وبدليل دخلوله حتى ناس ما همش مسلمين بيه في قائماته وفي برامجه، معناتها يعرض في حلول في للناس في حياتهم المدنية. فالنهضة حزب مدني منذ 81، ولكن الجديد في المؤتمر العاشر هو أنه كي ولا ثم حرية بعد ثورة ولينا النجم ونبني أحزاب عصرية حسب معناتها الشروط المعروفة في الديمقراطية. جذور حركة النهضة هي حركة الاتجاه الإسلامي، والتسمية تدل على الحزب، والتأسيس ولوائح التأسيس كانت تنص على أن التسمية هذه متاع حركة الإسلامي. الاتجاه الإسلامي هي حركة إسلامية. همش نقرأ لك شو قال سيلوت في الزيتون، كنت تشوف معايا في الحوار أدلى به لصحيفة الشارع المغاربي، سيلوت في زيتون المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة يقول: كنت من المتحمسين لتأسيس حزب يترجم أفكار الإسلاميين إلى برامج اقتصادية، حزب خالي من أي إشارة للمقدس. ودعا لطفي زيتون، دعا حركة النهضة إلى التسريع في تحولها إلى حزب سياسي مدني. طبعا هذه وجهة نظر، مش وجهة نظر، وهذا قيادي في حركة النهضة، تنوع في الفهم داخل الحركة مسموح به ومستشار، ولكن هذا كلام داخل إطار خيارات المؤتمر العاشر. المؤتمر العاشر قال احنا نحب نبنيه بالحرية اللي جابتها ثورة أحزاب حقيقية، أحزاب مختصة في العمل السياسي. وذلك علاش احنا الخيار بتاعنا سميناها التخصص، مش الفصل بين الدين والسياسة، لأن احنا مناش علمانيين مناش لايكيين، وفي نفس الوقت مناش حزب ديني يتكلم باسم الإسلام ويفرض رأيه باسم الإسلام. فاحنا نستلهم من قيم الإسلام ونترجم ذلك إلى برامج وإلى خطاب وإلى أعمال تنفع الناس في مجتمع مسلم في دولة الدستور متاع الثورة عمل لها مصالحة بين الدولة وبين الهوية العربية الإسلامية. فإحنا ما عناش تناقض بين الصفة المدنية وبين المرجعية والقيم الإسلامية. التناقض صار وقت الكنيسة مع الغربيين، وقت يتصادم الدين مع الدولة. إحنا أول دولة تبنات في المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى معناتها دولة حسب الوثيقة اللي فيها المسلمين واليهود، واللي قال لهم لنا وعليهم علينا. فإحنا في تونس دولة مدنية، والنهضة حزب مدني، حركة النهضة، ولكن هذه الدولة حركة النهضة هذه الدولة متصالحة مع الهوية العربية الإسلامية، والنهضة متصالحة مع الهوية العربية الإسلامية. ثم أحزاب أخرى داخل حركة النهضة، داخل حركة النهضة سي عبد الكريم، الكل داخل الحركة
القياديين سواء من الصف الأول أو الصف الثاني أو الثالث داخل الحركة، الكل يتكلم باسم الدين الإسلامي، الكل يتكلم باسم الإسلام، والكل يعتبر أن انتمائهم إلى حركة النهضة ووجودهم وسط الحركة ما يجمع بيناتهم، ما يربط بيناتهم هي المرجعية الإسلامية. وهذا يؤكد أن الحركة احنا ليست حزب مدني، هي المرجعية الإسلامية. اللي يربط بيناتنا هو المرجعية الإسلامية، ولكن المرجعية الإسلامية ليست حكرا على حزب النهضة. أي حزب في تونس تكون مرجعية إسلامية ومن حقه. الدين الإسلامي ما هوش حكر على حزب النهضة، هو الدين الإسلامي، هو دين الشعب الكل وللمسلمين في العالم الكل. لكن حركة النهضة حزب يمارس العمل السياسي بمرجعية وبأدوات عند علاقة إضافة مهمة أحكام الشريعة الإسلامية. مثلا رفضت مصطلح الإسلام السياسي، احنا نرفض تصنيف النهضة في إطار الإسلام السياسي اللي هو مصطلح جانا من الغرب. على خاطر مصطلح الإسلام السياسي يعني فما ناس تعمل السياسة باستعمال الدين. احنا نعمل السياسة بقواعد السياسة وبأخلاق السياسة، ومرجعيتنا لا تتناقض مع قيم الإسلام اللي هو دين هالشعب ذي وهويته. من ناحية أخرى احنا ما نحبوش تحط كل الحركات ذات المرجعية الإسلامية في شكارة واحدة وفي نظام واحد، لأن فيها اللي ما يؤمنش بالديمقراطية عكس النهضة، فيها اللي يمارس العنف وحتى اللي يتورط في الإرهاب. فالنهضة مدرسة في التعايش بين الإسلام والديمقراطية، وحزب مدني ديمقراطي لا يحتكر الكلام. باش نختم معك سي عبد الكريم في النقطة هذه المتعلقة بفشل النهضة في أنها تتحول إلى حزب سياسي مدني، وإنما النهضة قاعدة في لائحة باتجاه التخصص بين العمل السياسي وبقية الأعمال في المجتمع في خلال الجمعيات والمنظمات، في لائحة إدارة المشروع للمؤتمر العاشر تقول فما تنصيص على أن المرجعية الإسلامية للحزب هي مرجعية قائمة على اعتبار ثوابت الدين ومقاصده، أساسا يعود إليه الحزب في بناء تصوراته واختياراته السياسية والمجتمعية. باش نسألك، تعتبرش أن النهضة فشلت أيضا في ما أعلنت عليه في المؤتمر العاشر التمييز أو الفصل بين الدعوي والسياسي؟ ثم رفعتوا شعار وفما شكون اللي قال أنها كانت مجرد رسالة طمأنة للتوانسة وحتى يزول الخوف من حركة النهضة، رفعتوا شعار الفصل بين الدعوي والسياسي، لكن في حقيقة الأمر ما زالت، وهذا كلام أكد لطفي زيتون في حواراته، ما زال الجمع وما زال التداخل العضوي بين الدعوي والسياسي. لا، احنا نفصل بين مرحلتين. قبل الثورة كان ثم تنظيمات تنشط في كل المجالات وما كانش ممكن تكوين أحزاب لأن ثم ديكتاتورية. بعد الثورة شنو جديد؟ ثم حرية، يعني ممكن تكوين أحزاب حسب المقاييس العالمية وفي البلدان الديمقراطية العريقة. احنا في المؤتمر نتاعنا قلنا راهو هذا حزب بقواعد الأحزاب العصرية، العمل الدعوي، العمل النقابي، العمل الثقافي، الرياضي، العلمي، هذا مجال الجمعيات والمنظمات باستقلال عن الأحزاب. الدولة تاع الناس كل، الإدارة محايدة، والأحزاب تتخصص في العمل السياسي يعني الانتخابات، البرامج، مجالات الحياة، الحكم، المعارضة، هذا عمل الأحزاب. فكل مجال من مجالات العمل الأخرى مجالها المجتمع احنا نحترمه. مثلا استقلال العمل النقابي، مش ممكن العمل النقابي يكون تابع الأحزاب. العمل الدعوي، العمل الثقافي، هذا كله يجب يكون مستقل عن الأحزاب. عليش حركة النهضة في الاختبار اللي جاء في شكل مبادرة من الباجي قايد سبسي رئيس الجمهورية، والاختبار هذا المتعلق بمشروع القانون المساواة في الميراث، الاختبار الحاسم هذا أكد عند برشا توانسة مرة أخرى أن حركة النهضة ما زالت حزب إسلامي وليس حزبا مدنيا. أنتم رفضتوا المشروع هذا، رفضتوا مبدأ المساواة. وأنت سي عبد الكريم قلت في اختتام أعمال مجلس الشورى في بتاريخ 26 أوت 2018، قلت النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم. نعم، وهذا أكد مرة أخرى أن النهضة حركة، أولا النهضة لا تتعرض لاختبار مدنيا،
النهضة لا تتعرض لاختبار ولا تتلقى دروسا من أحد. مش دروس لا يعني في المدنية ولا في الديمقراطية هي مبادرة ولا في الالتزام بالهوية العربية الإسلامية. تبقينا إذا رئيس الجمهورية بادر مبادرة في هذا الموضوع احنا من حقنا باش يكون عندنا رأي آخر. هذه المظاهر اللي نظمتوها في شارع بورقيبة ومن حقنا محقنا باش نعارضوا مشروع رئيس الجمهورية لأن اعتبرناه مشروع استنادا لأي معيار مخالف للدستور. علاش؟ لأن رئيس الجمهورية انطلق من الفصل الثاني ونسى الفصل الأولاني ونسى التوطئة نتاع الدستور اللي تقول هالدولة هذه الدستور يسوي هالدولة بين كل التونسيين حقوق وواجبات. الدستور نتاعنا في التوطئة نتاعو وفي الفصل الأول اللي يجمع بين دستور الثورة نتاع 2014 والدستور نتاع الثورة الأولى في 59 يقول هالدولة المدنية التونسية هذه الدين والإسلام. لأن الدولة المدنية في العالم أنواع، ثم دولة مدنية لايكية، ثم دولة مدنية لا دينية، ثم دولة مدنية دينها الإسلام أو دينها كذا. إحنا دولة مدنية دينها الإسلام، اختلفنا في هذا مع رئيس الجمهورية وهذا يتبنى عليه برشا أمور. الحاجة بوقفكم هذا طبعا. الحاجة الثانية إحنا عندنا مجلة الأحوال الشخصية اللي هي مكسب للتونسيين وللمرأة وللأسرة وللرجل، فإحنا متمسكين بهذه الأحكام لأنها أحكام. حتى بورقيبة رحمه الله وقت اللي حب يجتهد وقالوا له العلماء اللي يروا هذا نص واضح فوقف عند هذا الحد. وحتى حد من نجم يتهم بورقيبة أنه عمل دولة دينية بالأحكام هذه اللي تحترم الثوابت متاع الدين، ولا ينجم يتهم حد بورقيبة بأنه عمل زد كذلك دولة في تناقض مع الدين. الفصل الأولاني متاع الدستور يقول نحن دولة مدنية، بورقيبة بناء دولة مدنية الإسلام. وبورقيبة وقت سئل عن الدولة دولة بورقيبة وقت سئل أي دولة غير بورقيبة دينية. وبورقيبة وقت سئل من صحافي فرنساوي على الدولة التونسية هل هي دولة لايكية، قال لا. قالوا له شنو علاقتها بالدين، قال هي دولة مسلمة والإسلام دين تقدمي. فالعلماء والسياسيين معناتها رغم الاختلافات ولكن كانوا ديما حريصين باش تكون هذه الدوله مدنيه ولكن منسجمه مع الهويه العربيه الاسلاميه ذي الشعب. احنا موقفنا في هذا الاطار هو التزام بالدستور والتزام بالهويه العربيه الاسلاميه، وما زلنا على هذا الموقف وسنبقى على هذا الموقف. تراش معي سي عبد الكريم ان مجرد رفض حركه النهضه لمشروع القانون، مشروع قانون المساواه في الميراث اللي هو جاء بمبادره من رئيس الجمهوريه شريككم وحليفكم الاستراتيجي قبل القطيعة، كان بمثابة الخيانة الباجي قايد السبسي؟ لا، هذه كلمة كبيرة ياسر. احنا او خليني نقول لك انقلاب على هذه كلمة شريككم أكبر. وحليفكم هذه كلمة اكبر. الباجي قايد السبسي احنا علاقتنا برئيس الجمهورية علاقة احترام، علاقة توافق وعلاقة كبيرة بينه وبين رئيس الحركة، وهذا يفيد البلاد. ولكن التوافق هذا توافق ومازال قبل القطيعة ومازال مازال حتى الخطاب نتاعو في افتتاح مؤتمر نداء يدل على التوافق هذا باش يستمر ولمصلحة تونس. انا جيت تحدث على النهضة، اما خلينا نرجع لموضوعنا هذا. الباجي قايد السبسي التوافق مع التوافق مع رئيس الجمهورية ما يعنيش انه كل مبادرة تصدر عن الجمهورية النهضة مطالبة بموافقتها. فما مبادرة نتاع المصالحة الاقتصادية رفضناها وعملنا عليها تعديلات وما بقى منها كان الإداريين اللي ما خذوش رشوة وقع عليهم عفو، اللي تورطوا في الفساد المالي وحيلوا على العدالة الانتقالية احترام العدالة الانتقالية ودستور. المبادرة نتاع المخدرات رفضنا المبادرة هذه وقلنا المخدرات تبقى جريمة والقاضي توجيه لنا في الحكم وفي القضيه نتاع الميراث زاد كذلك رفضنا هذه المبادره. وقلنا احنا مع احترام حق المرأة في الميراث، مع احترام المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومع احترام الهوية العربية الإسلامية لتونس. لا، لأن المشكل داخل الميراث، لأن المشكل بين النساء والرجال، لأن داخل المشكلة داخل الميراث ماهيش قضية مساواة بين الرجال والنساء، لأن بدليل في الميراث أحيانا الرجل يرث أكثر من المرأة وأحيانا المرأة ترث أكثر من الرجل وأحيانا يورثوا كيف كيف. هذا نظام للأسرة حسب القرابة، حسب الحقوق والواجبات، وحسب استقرار له الأسرة هذه في منظومة قيمية. فأحنا نريد استقرار الأسرة، نريد حق المرأة في الميراث. مشروع القانون سعد كريم وأنت على اطلاع لهذا يعطي الخيار لكل تونسي أنه يختار. إيه، ولكن الخلل الكبير اللي وقع في المستوى يعني أنه الفرق بين الأصل يطبق المساواة اي أو الخطأ اللي وقع حتى في هذا المستوى أنه معناته الأصل ولا هو الاستثناء والاستثناء والأصل. الأصل هو التمسك بالأحكام القائمة للميراث المنسجمة مع الهوية نتاع الشعب نتاعنا العربية الإسلامية، والاستثناء
اللي رافض هذه القيم أو رافض هذه الأحكام يحب أحكام أخرى هذا ينظر فيه. أما إحنا نجيو نلغيو أحكام قائمة ونلغيو هوية متاع شعب ونخالفوا الدستور باش يولي الأصل مشروع هو مخالف القانون والدستور مشروع هذا مرفوض. أعطى حرية الاختيار للمواطن، ما أعطاش حرية الاختيار، هو قال معناتها باش يفرض النظام الجديد، واللي يحب يتمسك بالأحكام الحالية للميراث اللي هي منسجمة مع الهوية العربية الإسلامية لهذا الشعب فعليه هو باش يكتب ويوصي بهذا. فولينا الأغلبية هي الاستثناء والأقلية هي الأصل، هذه ماهيش حرية متاع اختيار، هذه فرض رأي الأقلية على الأغلبية، وهذا ليس من الديمقراطية في شيء وترفضه النهضة. البيجي قائد سبسي في افتتاح اشغال مؤتمر نداء تونس يقرر ويعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، بشوف معايا التصريح هذا الفتيار هذا إعلان رئيس الجمهورية عن عدم ترشحه. أنا ما نرغبش باش نزيد نترشح، ما نرغبش، لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ما نمشوا الحظ، ما همش هنا، ما همش في تونس، ما همش في المسؤولية، يلزم يرجعوا للمسؤولية تونس متاع الناس كل. كنت أتوقع أن الباجي قائد سبسي رئيس الجمهورية لن يترشح للانتخابات الرئاسية؟ كنا نرجح ذلك لأنه نعتبره أنه نتوقعه ولا ترجحه؟ نرجحه ونتوقعه. علاش ترجحه؟ كنت ضد ترشحه؟ لأنه كنت ضد ترشحه؟ لا، مش احنا، هو حر باش ياخذ قرار. كنا نرجحه، اي ترجيح يعني توقع، كنا يعني كنا نحبذه، لا ثم كنا فرق. ندفع لا ثم فرق، ثم فرق. هو حر باش يترشح او لا يترشح، الدستور يسمح له، ولكن احنا كنا نتوقع ونرجح لانه رئيس الدوله معناتها اخذ درس من التجربه نتاع الزعيم بورقيبه. بورقيبه دفع الى الحكم مدى الحياه، ليس من مصلحه سيد الباجي قائد سبسي ان يدفع الى الحكم مدى الحياه، وهذا دليل الى الرجل الذي يؤمن بالتداول السلمي على السلطه. ثم شكون من وزاد كذلك يحب يفسح المجال، ثم شكون من محيطين للبلاد، ثم شكون من محيطين كان يدفع للترشح، ثم ضغوطات مورست على السيد الباجي قائد سبسي باش يعاود يترشح من داخل قصر قرطاج ومن داخل النداء ومن برشا دوائر، ولكن الرجل هذا معناتها بموقفه هذا قدم مصلحه البلاد على مصالح ضيقة. شكون من داخل قصر قرطاج؟ شكون من المستشارين اللي كان يعمل باتجاه تحديدا شكون؟ مش مطالبين حبش نعطيه أسامي، ولكن حبيت نقول اللي ثم ناس ضغطت وحبت توهم الشعب التونسي اللي راهو ما ثماش رئيس إلا الباجي قائد سبسي. هذه نظرية تولات، احنا في بلادنا كما قال عنا رجال وعنا نساء وعنا كفاءات، ما نؤمنوش احنا التوانسة اللي مستقبل تونس مربوط بشخص مهما كانت قيمة ذات الشخص. هذه ثقافة جديدة، والثقافة الجديدة كي تبنوها ناس عاشوا تجربة بورقيبة وما بعدها وما بعد الثورة، هذا دليل ان في تونس قاعدة تترسخ فكرة التداول على السلطة، فكرة احترام الدستور. هذا مؤشر. هل دار حديث على ترشح الباجي قائد سبسي للانتخابات الرئاسية القادمة في اللقاءات اللي جمعته مع رئيس الحركة حركة النهضة رجل غنوشي؟ ما تمش، وكان تمر وأعلمنا رئيس الحركة بذلك، ولكن كما قلنا معناتها هذا موقف إيجابي، وإن شاء الله معناتها الانتخابات الرئاسية القادمة تبين اللي راهو في تونس مش اللي يدخل قصر قرطاج يخرج في أسوأ الأوضاع. ينجم واحد يدخل قصر قرطاج ويخرج من الباب الكبير ويحترم إرادة الشعب. باش نعاود نطرح عليك السؤال اللي طرحته لك يعني منذ قليل، هل تعتبر أن حركة النهضة ورئيسها انقلبتم على الباجي قائد السبسي بإعلان دعمكم ومساندتكم ليوسف الشاهد رئيس الحكومة وقطيعتكم وإنهاء أولا طرفة. نحن في النهضة ما ناش انقلابيين مع رئيس الجمهورية، نحن في النهضة ما ناش انقلابيين. ثانيا انقلبتم، ثانيا خطاب رئيس الجمهورية، على رئيس الجمهورية، ثانيا خطاب رئيس الجمهورية في اتفاق قرطاج، ثانيا خطاب رئيس الجمهورية اليوم معناتها في النداء في افتتاح النداء يبين مرة أخرى اللي موقف النهضة صحيح. احنا دافعنا على استقرار الحكومة التي يترأسها السيد يوسف الشاهد، وخالفنا في ذلك واختلفنا مع رئيس الجمهورية من أجل مصلحة تونس، ما هوش انقلاب على التوافق. وبعد مدة وبعد ضغوطات
السيد رئيس الجمهورية عاد إلى معناتها المصالحة بين الشاهد والنداء والعودة إلى البحث على توافق بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة. فهذا عاد في النهضة عاد للبحث احنا مناش طرف في هذا الخلاف. احنا مناش طرف في هذا الخلاف استعادة التوافق ومناش مع طرف بالطرف وحاولنا باش نوفقوا بين هذه الأطراف. فأخيرا كي رئيس الجمهورية اقتنع بأنه النداء لازم يبقى قوي وموحد ودعا يوسف الشاهد باش يرجع النداء، فاحنا دافعنا على استقرار الحكومة واستقرار الحكومة مصلحة للبلاد فوق الأساس. باش نقرا لك تصريح أدبيه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي في نوفمبر 2018، الباجي قائد السبسي يتهم حركة النهضة مباشرة بتهديده شخصيا بعد لقائه بفريق الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد، ويقول أيضا في حوار مع صحيفة العرب في 29 جانفي 2019، الباجي قائد السبسي يطالب بضرورة التحري في الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بتشكيل تنظيم سري على علاقة باغتيالات سياسية وتسفير للمتطرفين للقتال في سوريا. والباجي قائد السبسي يقول أن حركة النهضة تتحكم في الحكومة وراشد الغنوشي يدعم الشاهد. الانطباع العام اللي كان عند التوانسة وفي الشارع السياسي كان يؤكد أو يقول أن حركة النهضة بعد ما تم يعني إدخالكم إلى منظومة الحكم والفضل في هذا يرجع للباجي قائد السبسي واستمر وجودكم في الحكم من 2015 إلى حدود سنة 2017، بعد هذا حركة النهضة تعلن مساندتها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وتقطع مع رئيس الجمهورية اللي فتح الباب لحركة النهضة وتدخل منظومة الحكومة. السياسة نتاع النهضة لم تتغير تجاه رئيس الجمهورية وهذا حد مجلس الشورى. قلنا نتعامل باحترام على الجمهورية ونريد منها أن يكون فوق الأحزاب، أن يحترم الدستور وأنه ما يكونش طرف داخل الأزمة نتاع النداء وما يوليش ثم مشكل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأن هذا يعطل البلاد ويعطل مصالح المواطنين. فإحنا هذه سياستنا مع الجمهورية، ولكن موقف رئيس الجمهورية تغير في التعامل مع النهضة لأن النهضة رفضت إسقاط الحكومة وذهاب يوسف الشاهد وضغط رئيس الجمهورية على النهضة لتتراجع، ولكن النهضة لم تتراجع. ونعتبر أن موقف رئيس الجمهورية عاد إلى التوازن وعاد إلى التأكيد على أهمية دور النهضة وعلى إيجابية دور النهضة وعلى أهمية التوافق مع النهضة. علاش تمسكتوا بمفهوم يعني اللي هو يعني قيل أنه مفهوم عام وفضفاض يعني الاستقرار الحكومي، شنو هو السر اللي كان يدفع حركة النهضة أنها تتمسك برئيس الحكومة بيوسف الشاهد اللي في رئاسة الحكومة؟ احنا لاحظنا أن نداء تونس اللي فاز في الانتخابات في 2014 وما نجمش يحكم وحده بل أكثر من كاين قسم. الأزمة متاع نداء تونس أثرت على الحكومة، على البرلمان، على الوضع العام في البلاد، على الإصلاحات الاقتصادية، على تحسين أوضاع المواطنين. هو الحزب الأول اللي يزم يتحمل مسؤولية الحكم. الأزمة هذه وصلت إلى درجة أنه رئيس الحكومة اللي هو من النداء أصبح لا يحظى بمساندة الحزب متاعه، لا يحظى حتى بدعم رئيس الجمهورية اللي جابه. هذه أزمة نجم تشل مؤسسات الدولة، نجم تعطل قوانين، تعطل الإصلاحات، وإحنا جزء من الحكومة ما نشترف في هالصراع هذا. فأردنا أن نكون عامل متاع توافق ومتاع إيجاد حل بين هالأطراف هذه ما غير ما ندخله في شؤون نداء تونس. ما نفرحوش إحنا كي ينقسم نداء تونس ولا يضعف نداء تونس لأنه شريكنا. ثم شكون اللي قال ثم أحزاب قوية تتنافس معنا تتوافق معنا. ثم شكون اللي قال أن حركة النهضة كانت وراء ما حدث داخل نداء تونس من انقسامات وخلافات؟ وشنو مصلحة النهضة في أن نداء تونس ينقسم ويضعف؟ ضرب الحزب الأول اللي فاز في انتخابات 2014. النهضة ما تؤمنش بالحزب الواحد ولو كان النهضة. النهضة زاد كذلك حريصة أن تجد أحزاب كبيرة تنافسها وتشاركها في الحكم ولو كانت مختلفة معها. النهضة تؤمن بالتوافق كخيار راضين في مصلحة لتونس البارح واليوم وغدوة. راضين على حصيلة الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي؟
ما فماش تونسي نجم يكون راضي على خاطر واحنا جزء من التوانسة. اي انتم راضيين واحنا جزء من الحكم، احنا ما نجموش نكونوا راضيين معناتها تمام الرضا، ولكن احنا ثم اشياء مهمه بالنسبه لنا بعد ثوره سلميه وبعد انتقال ديمقراطي بعد 8 سنوات صعبه، احنا حافظنا على الدوله، حافظنا على وحده التونسيين، تقدمنا في المسار الديمقراطي وتو نحضروا في انتخابات الرابعه في 8 سنوات. زاد كذلك نجمنا نجمنا نعمل دستور في فتره سمحني. يعني الانقسام بين التوانسة بين هذا مسلمين هذا كفار هذا علمانيين. احنا نجمنا ونجحنا فينا نعمل دستور انهى الصراع الايديولوجي وصالح بين الدولة والاسلام، وزاد كذلك الازمات الاجتماعية اللي مرينا بها الكل على صعوبتها وحدتها قدرنا بالحوار باش نتجاوزوا الازمات هذه. وتونس عندها صعوبات اقتصادية، عندها صعوبات اجتماعية، هذاك علاش بعد ما نجحنا سياسيا ونجحنا امنيا، التحدي اللي زمان تعاونوا فيه التوانسة الكل، حكومات أحزاب معارضة مجتمع مدني كل التونسيين، هو رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، وهذا شيء طبيعي. الثورات الأخرى ما فاتتش عام باش تحتفل به، احنا احتفلنا بثمانية سنوات وما زالت التجربة قائمة وتسير باتجاه النجاح رغم كل الصعوبات. انتم ماشيين للانتخابات التشريعية والرئاسية، في الانتخابات التشريعية تعرف اللي في المزاج الانتخابي تدخل برشا عوامل، من بين العوامل هذه اللي باش يتأثر في المزاج الانتخابي للناخب التونسي هي حصيلة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وفي بقية المجالات. اليوم تقريبا جل المؤشرات تقول أن مستوى المعيشة يعني غلى برشا، ثم ارتفاع كبير في الأسعار، نسبة التضخم طالعة أكثر من 7%، ثم عجز كبير في الميزانية، ثم عجز في الميزان التجاري، ثم دينار يعني قيمة دينار يعني تشهد تراجع كبير في مقابل عملة العملة الأورو والدولار، والوضع ماهوش مطمئن، الوضع الاقتصادي وضع متردي. حركة النهضة ستتحمل نتيجة وحصيلة البيلون هذا في الانتخابات التشريعية، هل تخشى حركة النهضة أن يعاقبها الناخب التونسي على هذه الحصيلة وأنتم جزء من منظومة الحكم؟ أولا نحب نقول لك اللي النهضة في 2011 وقت اللي فاز الانتخابات لقات بلاد 1.8 تحت صفر نمو، في عام واحد ولينا 3.8 فوق الصفر، يعني 5 نقاط عديناهم. العام الثاني رغم الإضرابات والاعتقالات والاغتيالات وتعطيل الانتاج، رغم ذلك هبطنا ل 2.8، مازلنا لتوا ما رجعناش في 2019 لهذه النسبة. لو وصلنا على هذاك الصعود هذاك، راني جيت، لو وصلنا على الصعود هذاك اللي بدا وقت النهضة، ولو ثم قوة شاركت معنا في النضال قبل الثورة حكمت معنا وما عطلتش مؤسسة الدولة، لو الإدارة كانت مهيئة باش تخدم أكثر المشاريع والإنجازات والإصلاحات اللي عملناها، كانت نسبة النمو راهي توا 7 ولا 8%. ثانيا في 2014 بعد كل موقع من تعطيل والبلاد كانت على معناتها ابواب انها يصير فيها مواجهه، فوقت حافظنا على الدوله ووحده الشعب التونسي وعملنا دستور وعملنا انتخابات، هذا نجاح كبير. في 2014 النهضه اي هاني نجاوب فيك نجاوب فيك النهضه في 2014 كانت تنجم كي جات الثانيه تقعد في المعارضة وأسهل لها بسقعد في المعارضة وتخلي النداء يحكم، والنداء مش بش يقدر يحل مشاكل البلاد، بل ما قدرش يحل حتى مشاكله كحزب. فاحنا اخترنا الأصعب، اخترنا ما نقعدوش في المعارضة ونشاركوا في الحكم بوزير ثم بأكثر من وزير باش نتعاونوا ونتوافقوا ونعطيه ثقافة بين التونسيين. سمحني مهما اختلفت أحزابنا الحكم سي عبد الكريم باش نكونوا مهما اختلفت أحزابنا وأفكارنا نتعاونوا على رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي. اللي صار لنا هاوش نقول لك اللي صار لنا شنو هو أن احنا شاركنا في الحكم ونتحملوا مسؤوليتنا ما دامنا في الحكم ولا رانا قعدنا في المعارضة وسير شغل في المعارضة، شاركنا مع ناس اللي اختلفوا وتفرقوا، والأزمة متاع النداء ما تتحملهاش النهضة، وذي كان عنده انعكاسات على النتائج الاقتصادية. ولكن أنا نقول اللي صار حوار في قرطاج في أحزاب ومنظمات، قلنا لهم يجنا اتفقوا على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، اتفقنا على 63 نقطة خليناهم على جنب اللي هم مصلحة المواطن، واختلفنا يمشي الشاهد ولا يقعد. ومن بعد عام راجع رئيس الجمهورية ليدعو الشاهد إلى العودة، فكنا نجموا نربحوا عام في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وفي التوافق في الحكم وتكون أوضاع التوانسة خير.
ولكن انا اقول لك رغم ذلك خلينا نخرجوا فاصل، قادرين نرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي ونجاح الانتخابات وحكومه قويه ستساعد على ذلك. همش نخرجوا فاصل باش نشوفوا نسمعوا قرار رئيس الجمهوريه او دعوته للنداءيين برفع التجميد عن عضويه يوسف الشاهد. فاصل وهنا راجعين.